الناس الكل, حلقة جديدة من البودكاست في عام جديد دونك 2023, مش تكون أول حلقة في العام ومعنا جيست سبيسيال. مانيش نطول ياسر عليكم, معنا سالم ماجري. سالم مرحبا. مروان صالح, لاباس؟ شنو صحتك؟ والله الحمد لله, وصافي بليزير ديما كنا هكا نقابلك في العالم الفيرتوال. صحيح, فرحان برشا اللي انا معك. يعايشك يا سالم, ميرسي بوكو, يفرحني زاده انت اللي انا موجود معاك والكلام معاك ديما يفرحني. مش ما نطولوش على الناس, باش تكون حلقه خفيفه نظيفه. ساعه سالم راهو من استراليا, دونك يتكلم معنا من استراليا. قاعدين نحاولوا نعمل الماكسيموم باش نعطيكم احسن كاليتي بوسيبل. شكون سالم الماجري؟ سالم الماجري تونسي مقيم باستراليا. كنت لاعب محترف في الكره الطايره. حياتي كانت لمده 30 سنه في الرياضه, في السبور, نتلعب صباح وعشيه. عملت إنابس في قصر الصعيد في الكيف, ومن بعد بشوية بشوية سويتشيت لعالم الكوربوريت كوتشينج واللايف كوتشينج اللي أنا جاكزيرس فيه عندي مدة 7 سنين دو هكا. لخصتك فيسا فيسا. يعني أنت تعديت من السبور لللايف كوتشينج ديركتومو, كيفاش جاي الباساج هذا السير؟ مروان, أنا كنت حياتي كاملة في السبور, وعملت قريت في السبور وقريت في السبور, والسويتش جاء طبيعي, معناها ما خممتش فيه برشا. لكن فهمت بعد شوية عوام اللي أنا تواجدي في عالم الرياضة واهتمامي بالعالم متاع الجسد متاعنا وعلاقتنا بالجسد متاعنا والبرفورمانس في السبور هي اللي خلتني بصورة نجم نقول فلويد تعديت من السبورت كوتشنج للمنتال كوتشنج للبسيكولوجي, من الجسد للعقل. معناه من الجسد للعقل, صحيح. دونك ما كانتش السويتش, كان سهل سهل سهل, مش في المنظر, خاطر كمشيت نقرأ باش ناخذ سيرتيفيكيت نتاعي. انا وقتها نسكن في هونغ كونغ, مشيت باش نعمل السيرتيفيكيت نتاع الكوتشينغ. الناس ما فهموش, خاطر ما تعرف الكوربوريت كوتشينغ الفورمه نتاع الناس تلقاه لابس حيات وشعره بشيب ومش طوله 2 متر ويشبه مايكل جوردن, معناها شو جاي تعمل هنا؟ لكن انا عملت السويتش, خاطر عالم البرفورمانس ولا السكسس, انا ديما نقول اللي في الرياضه في الهاي ليفل سبورت نفس ليزيكزيجونس باش توصل للبرفورمانس في السبور هي بيدها البرفورمانس باش توصل وانت تخدم في بانكا ولا انت في الفاينانس ولا انت انتربرينور. الفاليوز هما بيدهم, دونك تبدل الكوستيم شورت ومريول. دونك السويتش كان طبيعي بالنسبة لي, بالنسبة للعباد ما فهموش من الأول. لكن بعد كي عملت لرابروشمون الناس بدت تفهم بشوية بشوية وقبلوني في عالم الكوربوريت. كول على الآخر. اش معناها انك تكون كوتش؟ اش معناها بالضبط؟ خاطر انت تعرف انه اليوم العباد بين شكون يقبل وشكون معارض, فما شكون فاهم فما شكون ماهوش فاهم, فما ليماج اللي ماهيش واضحه ديما هذيا نتاع التنميه البشريه, اللايف, المدرب. انت اليوم كيفاش تفسر الحاجه هذه؟ انت ضربت لي على الوتر الحساس. وين نحب الوتر الحساس. خاطرني الايامات ما تصورش مروان قديش الموضوع يدور في راسي, خاطر تعرف يجيوك برشا اتصالات ويكلموك ناس ويكلموك اصدقاء, ونعرف اللي برشا ناس they're skeptical, معناها عالم الكوتشينج بما انه عالم فيه برشا اي انسان ينجم يقول اللي هو كوتش, وما تنجمش الناس ما يشوفوش لو كوتي اكاديميك نتاع الاشياء.
رغم اللي راني ما نمنش كان بالكوتي اكاديميك، مانيش نقول اللي ما تكون كوتش كان بالفولي اكاديميك، لا ديرير اي كوتش فما لا بيرسوناليتي، فما ناس ما عندهاش لو فولي اكاديميك اي لا بيرسوناليتي موجوده. لكن في نفس الوقت تاو كي تشوف لو دومين يجيك يقول لك عالم في الطاقة، يجيك يقول لك علم الاستحقاق، قانون الجذب، الحب، يعني خلط وجلط، أرمي كلها كلمة كوتشينج بعدها والكلمة العجيبة بالعربية اللي هي التنمية البشرية. دونك أنا نغير على 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 الدومين بما أنه أنا خدمتي مأمن بها قديش هي مهمة. ما فماش شريكة في العالم ما فيهاش كوربوريت كوتش ولا بزنس كوتش، ما فماش طريقة أخرى لتنمية ذاتك انديفيدويل نحكي لك، أبار كونك وحدك قاعد تنمي في السكيلز نتاعك، أقرب طريقة موجودة تو هي البيرسونال ديفلوبمنت، هي كونك تمشي الإنسان مش اتونسيون سي با ان تكنيسيان. معناها هذا معناها دي المشكلة في ظهر لي في الكوتشينج، هو كونه اخي انت تفهم في كل شيء اخي. أي فما السؤال الشهير يقول لك انت شكون، اخي انت شكون باش تعمل حاجه هذيك، انت شكون وانت شنو معناها تنميه بشريه، تفهم في الحياه الكل، ويقول لك يعني في كل موضوع تنجم تفهم. ديما نقول اللي راهو الكوتش ماهوش هنية باش يفهم في كل شيء، الكوتش هو هنية عنده تولز معينين، عنده كواليتي اوف ليسنينج السماع، باش يخدم دور المرآة بكل أوبجيكتيفيتي، باش ينجم يسألك أنواع معينة من الكيستيون، باش أنت يو إكسبلور تمشي وقاعد تقولش عليك هذا ستور جايد معاك أن جيد توريستيك، وقاعد تحوس في أفكارك مع بعض، خاطر كي تحوس وحدك في أفكارك فما بلايس ما تنجمش تمشي لهم، خاطر فما خوف، فما فير، فما فلسترسيون، فما نوعية معينة، معناها فما ما تنجمش تمشي البلايس الكل وحدك في عقلك. الكوتش هو اللي بيسي يمشي معك كومان جيد توريستيك اللي انت يو تراست، ساعة عندك ثقة فيه في حياده، في الأوبجيكتيفيتي، في النوت جاجمنت، ما هوش نوفا با جوجي لا بيرسون، عنده حاجات معينة اللي هو ينجم يلعب دور المرآة باش انت كي تعطيه حاجة، باش تعطيه كلام، باش تعطيه احساس، باش تعطيه سكتات وقفات، هو يرسوا هذاك الكل ويعاود يرجحولك افيك توت اوبجيكتيفيتي باش انت تولي ترى روحك بطريقة معينة. خاطر نحنا ماناش عاطين ماناش فاهمين أهمية الفكر بتاعنا، كل شيء يبدأ بفكرة، يعني إذا كنت توصل تبدل الأفكار بتاعك البروسيس الكله اللي بعده باش يتبدل، لكن مش سهل باش واحد يبدل الأفكار وحده. لهنا إلى انترفيان لو كوتش، إلى انترفيان كيما مثلا كوتش في الرياضة، ساعات باش تمشي الكوتش في الرياضة تنجم تكون أنت ماشي الكوتش، أنت فيزيكمون أقوى منه باين، حتى كوتي سكيلز ساعات تنجم ترقى مثلا دي جوار مثلا أقوى قويين ياسر معناها وخير حتى من الكوتش متاعهم. مثلا نجم نخذ لك ان اكزامبل دي 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 شان مثلا لونترنور بتاع فرنسا، اون بو با دير كو سي با ان تري غران انترنور، ولكن ما كانش كو جوور الكبير مثلا وقت زيد، وهو كان في نفس الكيب تاع زيدان وما كانش كو جوور الكبير، لكن اليوم عنده القدره انه يشد مجموعه نتاع ناس ويخرج منهم حاجه ياسر مزيانه. ابسوليمو، عطيت ان تري بون اكزومبل، يعني هذا هو الكوتشينج اللي الناس نفهم اللي هما ما يفهموش، مش في بالهم الكوتش ينصح، مش في بالهم الكوتش يعطي حلول. ونقول لهم ديما راه في السوشيال ميديا، انا مثلا ما بريزونس في السوشيال ميديا جو سوي اوبليجي باش نقول لك رايي في الهابينس، رايي في السكسس، رأيي في الليدرشيب، رأيي في الحاجات. لكن في الكوتشينج سيشنز مش بنعطيك رأيي يعني. أنا فهمت؟ أنا في الكوتشينج سيشن باش نمشي وباش نعملو أم بروسيس واضح
يبدا بالاسسمنت تاع سيتويشن، نشوفوا السيتويشن وين، ومن بعد نمشيو نخرجوا انت شنو تحب تعمل بالضبط، الاوبجيكتيف، البلانيفيكاسيون، البيهافير، ومن بعد الفيدباك. معناها فما ان بروسيس اكاديميك واضح في السيشن اللي انت باش تعملها، فهمت؟ هو مش في بالهم اللي راهو في السوشيال ميديا هو اللي باش نعملوه في الكوستنج سيشنز. ليه؟ لا بريزونس في السوشيال ميديا هي باش نوريك افكاري، باش انت تقول والله انا اي ريليت، انا سيدة ذا نلقى روحي في الشيء ذاك فقط. لكن بعد في الكوتشنج سيشنز كيف باش تقدم في حياتك، يبعثوا لي ساعات يقول لي انصحني، نجم ننصحك كصديق، ما نجمش ننصحك ككوتش، فهمت؟ نجاوب على الناس نقول لهم، لكن البروسيس بتاع تغيير الامور ولا تغيير الاشياء في تصرفاتك يلزموا اون بلانيفيكاسيون، يلزموا خدمه، يلزموا سيشنز واضحين، بروسيس كامل معناه لازمه. سي ان بروسيس، سي ان بروسيس. هذاك علاش انا نغير على الدومين، على خاطر مع الاسف فما ناس ما همش يحترموا في المهنه كيما تو لي دومين. صحيح. جو بونس هوني وين يدخل لو فولي اكاديميك، هوني وين يدخل، خاطر الناس ما تفرقش ما بين كي باش تجي في السوشيال ميديا، ما يفرقش ما بين هذا عنده بروسيس وهذا لا، يقول لك قوم الصباح وحب نفسك. اي باهي اوكي، والله مش مش ماهيش خايبه حب نفسك، لكن فما ناس كيفاش، فما برشا حاجات اعمق بياسر، فما هو في بلاصه ماهيش باهيه، هو في بلاصه ما ينجمش يحب روحه ولا يرى في روحه فاشل. تقول له حب نفسك تولي عبء هو على روحه، سي اون بريسيون سوبليمونتير. كي تقول له حب نفسك نقطه، عطيني يقول لك البروسيس نتاع كيفاش نوصل نحب نفسي. لهنا نبدا نحكي، عطيني البروسيس كيفاش نعمل الشيء هذاك، مش تقول لي حب روحك وسوا بوزيتيف وغزر روحك وقوم الصباح وامشي تنفس في البحر وتولي لاباس. ماشي مش كل شيء هذاك. معقول؟ يعني انت قاعده تقول انه فما، يعني انت خدمتك كيف ما توصف فيها او كيف ما تراها انت، هي انك تشوف الانسان اللي قاعد تخدم معاه وين يحب يوصل وشنو هو البوتنسيال اللي عنده، باش تعاونوا انت بك البوتنسيال هذاك توصلوا للبلاصه اللي يحبوا يوصلها. والطبيب النفسي مثلا الخدمه نتاعو اللي يخدمها انه خاطر الكوتش يخزر لك في الحاضر نتاعك شي يهزك للمستقبل، واعتقد ان الطبيب النفسي ديما نقول انه يخزر لك في الماضي نتاعك باش يصلح لك الحاضر الحاضر نتاعك. دونك جو بونس هذه هي ديفيرونس نو ابسوليومون. وديما نقول للناس بالله ما عادش نقارنوا، لا مجال للمقارنه يا ولدي. راهو البروسيس نتاع ان بسيكولوج ولا ان بسيكياتر ولا طبيب نفسي، راهو سي ان اوتر فولي ديفيرون كومبليتمون. لو فولي اكاديميك اي ديفيرون، لا مجال للمقارنه. وساعات حتى لي بسيكولوج يتنرفزوا، عندهم الحق، الراجل يقرا في 7 سنين قرايه، تجي انت تقارنوا بان كوتش اللي انا هاني انا كوتش باهي. ما نقولش هو خير، هو راهو ديما نقول راهو كل واحد ومجاله. صحيح. البسيكولوج باش يمشي ديب انسايد، باش يمشي للفرستريشن، يل فا سو بيرميتر باش يدخل الحاجات بلايص معينين باش يحاول يحل المشاكل من داخل. لكن نحن رانا عمليين، اكشن بلان، نحن نمنوا اللي وقت اللي نبدلوا البيهيفير، نحن باش نشوفوا شو فما وش ما فماش. اوكي، لكن الاورينتاسيون تاعنا هي شنو باش نعمل غدوه، باش نحاول ندخل هابت جديده ولا بلانيفيكاسيون جديده ولا كلاريتي، ان كلاختي واضحه شنو نحب نعمل. ما لا مجال المقارنه، ماهوش نفس المجال. ديما نقول لهم يا ناس، راني مانيش فما المشكله، فما دي كوتش راهو يسمي في روحه بسيكولوج ويسلم في روحه يسمي جو كومبرون. هذاك علاش نعذر الناس، فما شكون يقول لك انا دكتور في درس نوا، انا باحث في علم الطاقه، طاقه شنو وباحث في شنو؟ انا ما نحبش نعلق على مساله الطاقه الحقيقه، ما خليها لي انت كده ما نحبش ياسر كلمه الطاقه، انا زي من تقلقني شوي. المشكلة مروان، اخر كلمة وسامحني ونسكت. خذ راحتك، لا بالعكس نحب كلامك. المشكلة يا مروان اللي المتلقي يحط الناس الكل في فرط شكارة. صحيح صحيح صحيح، فهمت؟ صحيح. انا توا
هذا كيفاش نخمم، نخمم كيفاش نحاول نوصل الكوتشينج للناس بالطريقة الأكاديمية اللي أنا تعلمتها، حماية للروحي وحماية للمهنتي، والناس الآخرين يخدموا على رواحهم أنا ما يقلقنيش. لكن ما تعملش لما الجامعة ما بين إنسانة تقول لك أنا بحثة في علم الطاقة، ومن بعد تقول لك الأقمار والأبراج وحاجات أنا واحد من الناس لاني متخصص فيها لا نعرفها، ما تحطنيش فرد بلاصة فقط باش كي تحب تعمل بروسيس واضح باش تغير أمور في روحك تجيني، وكي تحب تمشي لعلم الطاقة والإنرجي تمشي لعلم الطاقة والإنرجي، أكثرش من هكا. هاني ما قلت شيء، هاني أنا قلت شكون صحيح وشكون الغالب وشكون أحسن وشكون طيب. واضح. انت اليوم تعديت، كنت دونك كنت لاعب نتاع كره طايره فولي، كنت تلعب مع ايكيب كبيره هنا في تونس ولعبت على نيفو كبير. نذكر مره كي حكيت معاك وقت حكينا على مفهوم النجاح اعطيتني نقطه ياسر حلوه عجبتني، قلت لو فرضنا مروان نحن كنا نلعب زوز ماتشات في الجمعه، ماتش ربحناه دونك نسميه ناجحين، والماتش اللي بعده خسرناه، اسكو نسميه فاشلين ولا لا؟ فالمفهوم هذاك علاش انا ساعات نقول كان نحن اليوم في وقت مستحقين ان نعاودوا نرجعوا نفهموا او نعاودوا صياغه المفاهيم اللي عندنا. علاش؟ على خاطر تلمو تخلطت المفاهيم لين ما عادش العباد فهمه الحاجه ديك شنو تقصد بالضبط، وكانه اصبح كلامك هو. لذلك لنا برشا عباد تحكي على النجاح وكانه حاجه غريبة، وكأنه حاجة درك كيفاش. يعني في بعض الأحيان نسمع كلام نجاح مقصور في أنك خدمة ودار وكرهبة ومعرس وكهو، معناها كل واحد مفهومه للنجاح. اللي حبيت تعلقت عليه أنت اليوم، أنت شنو تنصح الشباب اللي ولاوا المفاهيم هذية تقريبا في عوض أنهم يعيشوا الحاجة ذيك، ولا فقط يلوجوا في ديفينيسيون الحاجة ذيك فقط، عوض انه ما يعيش وقت الجيرني متاعهم الحياة متاعهم؟ يعني اليوم شنو تنصح الشاب في التعامل مع الحاجات هذه المفاهيم الجديدة، مع الحاجات اللي قاعدة نسمع فيها كل يوم، كيفاش تنصحهم بالضبط؟ مروان، في النجاح، المشكلة في النجاح اللي ولينا we are chasing it، معناها نحن الهدف الوحيد هو النجاح، نحب ننجح، والدريير نحب ننجح ما فهميش حتى شيء، خطر انكونسيامون وي بليف، قاعدين مأمنين اللي النجاح هو اللي باش يعطيني السعاده، هو اللي باش يعطيني الفرحه، وهو اللي باش يعطيني ليدونتيفيكاسيون، هو باش يعطيني الشيخ، باش يعطيني كل شيء. اون سبا كيستيوني، معناها الهدف في حد ذاته ولا النجاح في حد ذاته هو الهدف اولتيم. لكن شوفوا في ناس ناجحين وما مش فرحانين، برشا انسان ناجح اونتر بارونتيز، خاطر ناجح في المطلق، ناجح بارابور اكي، بارابور اكوا، بارابور سون اوبجيكتيف، بارابور العالم للسوسيتي. معناها النجاح في المطلق سان فوريان دير، كيما قلت لك انا كنا نلعبوا اربعة وسبت، نهار الاربعة تربح تكون ناجح، نهار السبت تخسر تكون فاشل. وقلت لك زادة اللي تعلمت في الرياضة كوني التسمية هذية ولا الكونكلوزيون ولا الإيدنتيفيكاسيون للنجاح خطر كبير، خطر كبير. علاش؟ على خطر كيما تيدنتيفي وتاخوك الريكوجنيشن، تاخوك الجو متاع أنا ناجح، كيما من بعد باش تاخو الهم الكل اللي أنا فاشل. فهمت المشكل؟ دونك أنا كأنه إنسان من نقيض النقيض، معناه صحيح أنا النجاح لا ما هو il ne va pas me définir، ما ندزش كتافي كي نبدا نجحت في حاجات، خاطر سوني كان ديتاي، هي مرحله. انا نجحت في الباك، ندز في كتافي، ومن بعد غدوه كي نجحت في الباك شنو باش تعمل؟ ماك تو فا باسي اوتر شوز، والاوتر شوز اللي باش تمشي العالم الشغل باش تبدا من الصفر. وكان النجاح والتفشفيش الكل ما عنده حتى معنى. انت اليوم مع انتربرونور حليت سوسيتي، شربنا تشيرس، واو فرحنا، و tu es en train de fêter le success نتاعك. هي ما غدوه شنو باش تعمل؟ غدوه عندك دي شيفر، غدوه عندك ناس you have to manage، غدوه يلزمك تمشي للمرشي. دونك شنو هي الاتيتود اللي يلزمها تكون عندي كانسان باش نكون fulfilled ونمشي الاهداف نتاعي؟
النجاح ليدونتيفيكاسيون للنجاح والليدونتيفيكاسيون للفشل الزوز هما عائق زايد باش يخليك ما تمشيش لطريقك. المهم هذا في هذا الكل هو انا نبدا الاين نبدا اليني بطريقي. علاش؟ باسكو كي نبدا وكي نقول طريقي اش معناها طريقي؟ ماهوش هلاميات. طريقي هو انا شنو نحب نعمل في اللحظه هذيك اللي هي تنجم تتبدل. انا عمري 20 مش كيما عمري 30 مش كيما عمري 40. دونك النجاح هو هدف من الاهداف ماهوش اون فيناليتي في حد ذاته والتعلق به ولا اثبات الهويه من النجاح او الفشل خطر كبير ما يخليكش تبدا ايبانوي. انا كي نمشي لخدمتي كي نبدا نمشي لخدمتي انا قمت لك 6 متاع الصباح اولا خاطرك صديق عزيز لي وثانيا خاطر نعرف الحديث معاك مهم وانا خدمتي حديث خدمتي فاليوس خدمتي بسيكولوجي خدمتي تريتمون تاع البيهيفير تاع الناس. دونك كي نمشي ما عنديش قلق خاطرني مانيش نخمم في النجاح انا ام انجويينغ ذا بروسيس الطريقي انا عامل فيه كيف يعني ريت كي ننجح في حاجه انت فرحان بها شيخ بها ريت كي ننجح نشيخ نفرح اما ريت كي نفشل مثلا وما وصلتش للهدف نتاعي مثلا انا عندي ان نمبر دو فولورز اللي نوصل له بار اكزومبل باش انا نحقق عندي كليونات ان تيل نمبر سي ان بروسيس دو ماركتينغ ولا دو كوميرسيال اوكي. اذا كان ما وصلش الهدف الفشل ما نقولش اللي انا فاشل نشوف شنو ديما مخي محلول شنو باش نعمل شنو باش نعمل احسن باش نحسن في نفسي في ذاتي باش نوصل الهدف نتاعي. كان جيت انا متشبث بالنجاح ولا الفشل الفشل باش ياثر عليا برشا والنجاح باش ياثر عليا برشا فاش في الموتيفاسيون في القومة نتاع الصباح بكري وانا نجري على طريقي وشيخ وعامل كيف هذاك الكل باش يقعد طالع هابط كاني ناجح باش يطلع طالع لفوق ونبدا ندس في كتافي ومانيش نفقد داك الكيوريوزيتي والجوع اللي حاجتي بيه وكاني فشلت ونقول انا فاشل باش نولي مدبرب ونولي ما عادش اليني بالطريق نتاعي. هذاك علاش انا ضد ليدونتيفيكاسيون للنجاح وضد ليدونتيفيكاسيون للفشل. اي انا ديما نقول لهم ساعات نحكي مع شباب كي نمشي في دي كونفيرونس ولا في دي زيفينمون ساعات يجي يقول لي مسيو مروان راني فاشل. نقول له فاش فاشل؟ انت عمرك 20 ولا 23 سنه فاش فشلت؟ ما عرفتش تسكر فريجيدير، ما عرفتش تحل ميكروووند، يعني فاش فشلت؟ مهما كان راك صغير. فانك لما تركب على روحك حاجه هيفي معناها حاجه رزين راهي حاجه كبيره ياسر تقول فشلت حاجه كبيره ياسر. اللي احنا نشوفه في ناس يعني ساعات تتسبب في 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 اموات وقتل بتاع ناس وكل شيء ويعني وما يقولش حتى على روحه فاشل معناه. فانك تركب على روحك مفهوم الفشل راهو مفهوم ياسر كبير وراهو عائق قدامك باش تقدم. هنا حبيت نسالك انت سؤال بحكم اللي انت زاده كيف كيف كوتشي تعبات في البروجي نتاعها دي زونتربرونور اكسيتيرا شنو نصيحه اللي تنصح بها العباد اللي باش يبداو لي بروجي نتاعهم راهو كي نحكيو بروجي مش بشرط كوميرسيال ان بروجي دو ريلاسيون كيف كيف انجاجمون في ريلاسيون سيريوز مثلا راهو سي ان بروجي aussi دونك شنو تنصح العباد اللي مش يبداو في دي بروجي بون تاو نحكيو على الفولي كوميرسيال بوتيتر والبزنس اكسيتيرا وبعديك قل لي ورتاو نذكرك شنو الحاجة اللي تخلي عبد ما يبداش كوم يلفو البروجي متاعو او الحاجة اللي تتعمل له عوائق مش انه يقدم كوم يلفو في البروجي متاعو. دونك سؤال الاول شنو الحاجة شنو تنصح العباد اللي مش يبداو في البروجي متاعو لو بوان اللي كنا نحكيو فيه هذاك ديجا ان بوان تريز امبورتون خاطرك باش تنحي على روحك ان بوان انورم اللي نحن نقوله expectation معناها فما فرق انتظارات انا باش نعمل انتظارات فما فرق انا باش نعمل ان بلان داكسيون ونحط لي شيفر نتاعي ونبدا ننظم وكل شيء ونحب نوصل للبوانات واذا كان ما وصلتش جو سوي فريستري هذاك سي ان بوان هذايا سي ان بوان ولو بوان اللي نحكيو فيه قبيله نتاع انا فاشل وانا ناجح سي ان اوتر بوان سي اون سورت دي ايدنتيفيكاسيون فما فرق راه اذا كان نجحت سيليبري افرح ما قلتش ما تفرحش لكن مانيش انا ناجح في المطلق لا انت نجحت في حاجه
كي تقول انا انت قدمت في خطوه انت قدمت في خطوه لو بوينت ديدنتيفيكاسيون جيسبر كنت واضح فيه. لهنا انت تحكي على البدايه نتاع 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 ان بروجي. فما دي بوين اللي هما مهمين برشا في في اي بدايه كانت بروجي علاقه انا اليوم ان بروجي هذا انا وياك انا شحطيت في الانغريديون تاع البروجي هذا باش نعمل اون فيديو مع مع سي مروان. اولا حطيت الصدق بمعنى ما عندي حتى اكسبكتيشن ما عندي حتى كي نقول اكسبكتيشن معناها مانيش نخمم في الروتومبي نتاع الفيديو نتاع مروان. انا ام انجويينغ تو مع مروان تو. علاش؟ على خاطر لا بريزونس نتاعك في الوقت المعين هذاك هي اللي باش تعطيك سرعه البديهه، هي اللي باش تعطيك كون افكارك يخرجوا في الوقت. ما نقعدش سي لو ميم برينسيب في سي لو ميم برينسيب كي تبدا حال انت بديت ان اوتر بروجي. لا بريزونس مونتال نتاعك هي اللي باش تخليك رياكتيف رياكتيف على خاطر باش تكون عايش في المومون بريزون. اوكي ما نقعدش انا فما 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 برشا ناس تحذر كل شيء تك تك مريقل ولكنه ان با لا بريزونس ديسبري باش يكون باش يكون رياكتيف للامور اللي تجي وهو في البروجي نتاعو. باسكو لي رياكسيون بارابور ا سكو تو ان تران دو فير سون اوسي امبورطونت كو التحذير نتاعك اللي هو كل شيء منظم وبي سي وفيشيي وتك تك تك تك. اي ما كيف الحياه الدنيا في لو موند انتربرونيال لا رياكتيفيتي خاطر المارشي يطلع ويهبط الناس اللي باش تقابلهم لي زوبورتونيتي ناخذ الريسك ما ناخذش الريسك ننفستي ما ننفستيش نستنى. الكورونا عندها عامين وقفت الدنيا صحيح وقفت الدنيا بدت كل شيء كورونا. فما شكون حل بروجي نعرف صديق حل بروجي نتاع نتاع توريزم جات الكورونا شنو باش يعمل يموت صحيح. دونك لا بريزونس ديسبري هي اللي باش تخليك رياكتيف للحاجات اللي باش يجيوك باش انت تعرف تتصرف وتقعد عايش تنجم تعيش اون هيبرناسيون تستنى ما تموتش تنجم تنجز تنجم تربح وقت. اذا كان يلزمني نضرب وقتها نضرب وقتها باش نربح وقت باش نربح فلوس باش نربح ريسورس هيومان هذا الكل يلزمه اون بريزونس. يعني انت تقول ثانيا خلي عندك خلي عندك فيزيون للبروجي نتاعك وخدمتك ستيغا واضحه لكن كل لحظه اعطيها قيمتها واعطيها الفالور نتاعها وكون انت بريزون في كل لحظه باش نجم تعيش وتتصرف معها. ابسوليومون. والبريزونس راهي كي يقولوا بريزونس صعيبه مروان كي يقولوا بريزونس راهو فيها فيها اون بريزونس ديسبري فيها اون بريزونس فيزيك اوسي. نعرف اللي فما ناس كي يدخل في مشروع يولي مثلا ما عادش يرقد ما عندوش وقت ساعات اي من الاول ما نجمش نرقد اما ساعات يلزم بدني يمشي معايا يلزم بدني يكون اوسي بريزون سينو كان يبخ بيك ولا يجبد بيك بدنك ولا تمشي في ميتينغ وين يهز فيك النوم والا هذا الكل باش ياثر لك على الروندمون نتاعك. دونك لا بريزونس راهي تدخل فيها لا بريزونس ديسبري لو كوتي فيزيك نتاعك يعني لا بريزونس نتاعك كانسان في الوضعيه هذيك كانتربرونور في الشركه نتاعك ولا في البلاصه اللي تخدم فيها. فهمت؟ تعرف سالم فقط معاك سامحني قصيت عليك معاك في حكايه البريزونس. يعني انا كيف كيف خاطر عندي ايكيب في لاجونس نتاعي جيري ايكيب اوسي بون صغيره مش كبيره ياسر تغست اون ايكيب راهو ساعات تجير تلقى روحك انت وطونك كو ريسبونسابل ولا سي او ولا سما باي حاجه تلقى روحك تجير مشاكل تاع غيرك. يعني كي يجيك انت مثلا كولابوراتور يجيك تاعب الصباح هذاك وانت حاجتك بيه اون فورم باش تتقابلوا تعملوا ميتينغ ولا تقدموا سي ان سي ان بروجي ساعات تلقى روحك لازمك تفهموا علاش اش بيك اليوم سافا نمشيو نعملوا قهوه هيا كذا اجي نوريك فيديو اجي نسمعك موسيقى بنينه اجي. يعني تلقى روحك ساعات تتعامل بطريقه او باخرى باش تلقى المفتاح نتاع اكل الكولابوراتور هذاك باش نجم تقدم معاه. على خاطر هذه غلطه نصير في تصير في الخدمه نحن نخرجوا بمشكله عندك مشكله في الدار تخرج بالمشكله هذيك هذا تحتك تاع
تمشي للخدمة تهزها معك الخدمة. في الخدمة دونك انت جايب مشكلة ترقى مشكلة اخرى في الخدمة. بعد مشكلة الخدمة تعاود تروح بها للدار. دونك خرجت بمشكلة من الدار تروح لها بزمة شكل. مروح للدار بزمة شكل. وهذه كله tu on doit le gérer. وذاك علاش انا ديما نقول راهو سي كيف ما قلت انت راهو هو فن في التعامل مع الناس في الانتيليجنس ايموشنيل كيفاش تفهم العبد ساعات تفهم الجريماس نتاعو كيفاش تفهم الكلمه نتاعو والطون نتاعو اللي يحكي بيه ساعات فما برشا حاجات وهذا مهم ياسر تحكي فيه انت معنا فريمون نقطه مهمه ياسر معنا انت لخص ذاك اللي انا اي كول ات نعيط له لا بريزونس ديسبري خاطر انت كي تهز مشكله تهز مشكله من من بوين ا تهز البوين بي يا با دو بريزونس ديسبري المشكله قعدت في البوين ا انا كي باش نخرج من خدمتي عندي حاجات اخرين نعملهم في حياتي ولا نعيشهم يلزمني يكون بريزون فيهم خاطر انا كان المشكله تقعد التروتين وقاعده في مخي معشه في مخي راني مانيش باش تلقى الحل انا باش نلقى الحل حاسكي بفريشور مونتال باش نلقى الحل لا فريشور مونتال تجي بالبريزونس ديسبري ما تجيش وقت اللي نخمم في مشكله اكثر ساعات ريت مشكله مثلا ولا حل ولا حاجه ما لقيتلهاش حل نخمم فيها في الليل ما لقيتلهاش حل ريت كي ترقد في وقتك ترقد في وقتك وتاخو الوقت اللي حاسك بالسوماي كي تقوم الصباح صدقني ساعات يجيوك افكار منين جاوا هذوما ريان كو خاطرك بوزيت مخك خذيت راحتك ومن بعد يجيو الافكار خاطرك انت يو اوبن اب حليت مخك ومخ الي اب باش يمشي لبلايص اخرين انت علاش وي ار ستاك نحن واحدين في مشكل علاش واحدين في مشكل باسكو مخنا البروسيس نتاعو الي اوتوماتيك تك 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 نوصل للحل تك 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 نوصل للحل وقت اللي عندنا مشكله فما الارم الولاد فما مشكل اوكي يصير الالم لا كونسنتراسيون تكبر على المشكل لكن كي الكونسنتراسيون تكبر وانا مركز في المشكل يعني لا كونسنتراسيون صغرت باش نخمم في الحل اوسي فهمت شنو انا باش نخمم في الحل ما لازمنيش نخمم في المشكل لازمني نشوف بيبان اخرين وباش نشوف بيبان اخرين لازمني اون فريشور ديسبري ولازمني اون بريزونس في المومون بريزون باش نمشي وين انا نحب باش نكون حر باش نمشي نجرب حاجات كي نبدا ستاك في مشكل نوح الغاديكا من بعد فما لورغانيزاسيون مروان لورغانيزاسيون اللي انا ناقص فيها برشا علاش لورغانيزاسيون على خاطر لورغانيزاسيون باش عرفت كيما تدخل انت لبيتك باغ اكزومبل تلقاها داخله بعضها ش باش تفهم نستانسو نحن راهو بعدم من النظام تولي تظهر لك اوكي لكن جرب انت اعمل جروميناج نهار جرب اعمل جروميناج تشوف اول حاجه لي روبير نتاعك يضيعوا ما عادش تفهم وين الحكايه وين يدرشنوها وين يدرشنوها تدخل بعدك خاطر مخنا يستانس بنفس صحيح يتعود بالفوضى ساعات المشكله مروان كي باش تستانس ديزابيتود ما فيهمش نظام كي باش يكبر عليك لتاش خاطر انت از انتربرينور نجم تبدا اون بيتيت ايكيب من بعد باش تكبر كيفاش انت يو غانا جرو وتكبر وانت ماكش منظم سي امبوسيبل اوبليجي عليك باش تجي تبدل لابيتود نتاعك تنظم امورك خاطر النظام باش يعطيك لك لختي باش يعطيك تبدا فاهم وين كيما داشبورد ولا كيما عندك دي فيشيه منظمين هذا بالاحمر هذا بالاخضر هذا بالاصفر حاجتي باللي بروبليم هاو بالاحمر الاخر بالاخضر الاخر فهمت دونك كي باش تاخذ لانفورماسيون تاخذ بوكو رابيدمون دونك الانسان المنظم باش يكون اسرع برشا وبوكو بلوز افيكاس من الانسان ماشي منظم صحيح هذا يا مثبت فهمت لا بريزونس مونتال لورغانيزاسيون لورغانيزاسيون ثاني حاجه ثالث حاجه الجروث نتاعك كانسان في وسط البروجي بمعنى البروجي باش يكبر يلزمك انت تكبر معاه باهي اش معناها يلزمك انت تكبر في وسطه معناها انت از سي او ولا مانجر ولا وريفر ولا ديريكتور ولا اللي تحب انت عندك سكيلز دخلت بيهم وحليت بيهم البروجي مهما تكون ذكي ونابغه
راك يلزمك تكبر في وسط البروجي، السكيلز نتاعك يلزمهم يكبروا، الجروث نتاعك يلزمو يمشي في اوفوريا ميزور، يلزمك تعمل لي فورماسيون نيسيسير باش تقدم، يلزمك تعمل يلزمك الليدرشيب نتاعك يكبر بشويه بشويه، يلزمك الانتيليجنس ايموشنيل نتاعك تكبر بشويه بشويه. دونك المهم هنايا كوني كيفاش نخلي روحي ابت باش انا نكبر في وسط البروجي نتاعي، ما يلزمنيش ناقف في الجروث نتاعي. وجينيرالمون الخطر الكبير مروان هو كونه كي باش نعملوا ان بروجي نخدموا برشا وننساو الحاجه المهمه اللي هي الجروث. يعني عرفت ان عامك تحط راسها وتخدمك هاو وتولي ما عادش عندك نظره كبيره للبروجي نتاعك، ما عندكش نظره، ما عندكش بعد باش تشوف البروجي من بعيد باش تنجم تحسن فيه حاجات. الجروث نتاعك از مانجر ولا از ليدر ولا هو اللي باش يخليك تكبر مع البروجي، والبروجي ما عادش عنده دي ليميت. الليميت نتاع البروجي نتاعك هو انت، اذا كانوا حلت راك انت واحد برا، اعمل انفورماسيون برا زيد سكيلز باش تنجم انت البيكتشر نتاعك تكبر وتقدم اكثر. على ذكر انك قلت تكبر مع البروجي نتاعك، علاش انا توقعت اللوج على في الماك ان فيت، فما لو فونداتور نتاع لو كرياتور نتاع اوبر اسمه ترافيس كالانيك حاجه كي جوبلي سون نو، جا وقت وخرج من اوبر، خرج قال سي بون ماشي. كي سهلوه في انترفيو تفرش فيه عندي مده تفرش فيه، قالوا له علاش خرجت من اوبر مع انه اوبر نحكيو على ستارت اب ولا بروجي ناجح، معناها مانيش تحكيو على نابورت كوا. معناها قالوا له علاش خرجت، قال لهم ما عادش نجم نعطي حتى شيء، والبروجي ولا اكبر مني انا، ومانيش انا لا بون بيرسون اللي باش نجم تقدم بالبروجي هذا. يعني كانت عنده اجابه واضحه، عارف روحه، قال بروجي كبر ما عادش نجم نعطي، قاعد نشوف في عباد خير مني ينجموا هما يقدموا بالبروجي. وذي على كلامك انت قلت انه واحد يزوي وريت له ديتاشمون مروان، ريت له ديتاشمون البروجي ولدو، راه تخش عليه ولدك، تخش عليك انت ولدك، قلت له بر على روحك، بر على روحك ولدي طير، راه انت توا ما عادش انا نجم نطيرك، راهو سي تري فور. باش تفهم قداش اي انا حاط نفسي في البروجي، اما في نفس الوقت البروجي بتاعي، اما انا ديما عايش، ديما اكبر، ممكن اكبر، مش بالاكبر ولا الاصغر، اما انا نجم نكون بدون البروجي. حط دمك في البروجي، اما لو ديتاشمون الي اوسي امبورطون باش انت ما تتحبسش في البروجي. فهمت؟ فما ناس يقول لك انا حياتي، ليه صديقي؟ انا مش حياتي البروجي، حياتي في المرحله معينه، انا حياتي اكبر بذلك، اكبر بكثير، نمشي وين انا نحب. علاش مهم لو بوان ذا يا مروان؟ على خاطر وقتها انت حر في وسط البروجي بتاعك، باش تكون انجح كي عندك هالديتاشمون هذا، باش اكل 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 الوزن الكبير هذاك. نعطيك حاجه، اللي ياخذ الريسك ما نعرفوا، الريسك مهم في النجاح، كي مهم، معناها الفرق ما بين انسان ضرب وانسان ما ضربش ينجم يكون هو خاطر خذا لا ديسيزيون والريسك والاخر ما خذاش. كيفاش نجم ياخذ الريسك اذا كان انا عندي خوف كبير والبروجي حياتي؟ ما تنجمش تاخذ لا ديسيزيون. ان ريسك مودري، وساعات فما ان ريسك فو، ساعات نشم ننساو، مش كل شيء نظام، ساعات انا نشم اللي فما اون اوبورتونيتي، لو فلير سكون ابل بالفرنسي، لو فلير صحيح. ما نقول لك شميتها حسيتها ما نجمش نفسر انا بالداتا وبالاناليز اللي انا ممكن تصير، باسكو باش تصير في الفيتور. هي لو بون انتربرينور يسيب الفيلينغ نتاعو، ساعات يتبع الفيلينغ نتاعو، ساعات فهمت. دونك كيفاش تلقى هالبالانس هذية ما بين اورجانيزاسيون، خدمة، نظام، جروث، وما بين زادة ما نتحبسش في البروجي متاعي ونخلي الفلير متاعي، خطر كي تتحبس بالريجلتا الفلير يموت، تولي ماكينة. تولي عندك حاجات تعمل فيهم دي
بي سي وكذا. بي سي دي فوالا. وهذا كينجح راه مش ما ينجحش لكن ينجح ما يطيركش اي صحيح. قل لي ان انتربرونور عقل ولا قلب؟ زوز. انا تو حكينا فيه يعني وي هايلايتد زوج. يعني لازم 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 ساعات ديما نقول لازم يكون هو راه ساعات ان انتربرونور لازم يكون حتى بارفوا هومان يفهم كل شيء ولازم راه ساعات يكون entre guillemets un pervers. ساعات راه يستحق انه يكون كاسح يكون ماضي انه كيقول لا لازم تقال كلمه لا. كيف إيلون ماسك الزميل إيلون ماسك تاويك كيفاش يطرد في العبيد مثلا بارفوا تتعدى بمراحل صعيبه tu dois faire tu dois trancher. وذاك علاش انا ديما نقول pour faire les bonnes décisions je pense لازم تكون عندك حاجه مهمه ينسى هي ثقه في النفس. اي طبعا اي جبت بوان طبعا ما تنجمش نرجع لبوان الاولاني جوست لبوان تاع ايلون ماسك ولبوان هذاك نتاع تاخذ لي ديسيجن راهو يا با ان سول بروفيل نتاع انتربرونور ما فماش ان سول بروفيل على خاطر ديرير سو بروفيل لا ديرير سو بروفيل فما ان اتر هومان اي نحن قوتنا از هيومن بين هو كل واحد ولا دين نتاعو كل واحد وغزرته كل واحد هذيك قوه الانسان قوه الخلق هي في كونك اليونيكنس كونك انت ما فهمش كيفك جو مانسبير انا من مروان الصالح كيفاش يعمل فيديوهاتو لكن باش نزيد التوش نتاعي فهمت شنو دونك خذوا من الناس اللي يعجبوك اللي تحس اللي هو فما حاجات فيه خذ من عنده لكن حط التوش نتاعك نتعلم منه ونزيد عليه صحيح نتعلم منه ونزيد عليه نتعلم منه باش نزيد ديما انا عندي الجروث وقاعد نقدم ونزيد عليه باش انت ديما عندك التوش نتاعك وانت بيدك تشيخ بروحك زاده خينا نلبس تو انت لابس كيفي مثلا انا تقلقت شنو لابس كيفي بالضبط باللك حاجه بربي عندي مريول ابيض من لوطه هكا بدلت بيه شويه بلو مارين بلو مارين انا بلو مارين بزهر لكن فهمت دونك سي امبورتون زاد اللي باش انت تشيخ باللي تعمل فيه طريقي انا هذاك طريقي انا مش بالكذب طريقي متاعي عملته انا مشي فيه انا تعلمت من مروان وتعلمت خاطرهم الناس نحبهم ومحلاهم وناخذ من عندهم وماذا بيا الناس تاخذ من عندي زاد كيف كيف لكن مانيش مقلد ومانيش نحب نولي كيف فلان ومانيش نحب نعمل كيما فلان بالضبط لا نحب جانسبير لي جون كيما مروان الصالح مثلا اما انا جانسبير لي جون ا ما مانيير فهمتك فقط فهمت انك تكون متميز معناه اي ممكن قلت متميز مش معناها خير من الناس أي. معناها يونيك معناها عندي عندك التاتش نتاعك عندك التاتش نتاعك باسكو غاديك الفولفيلمنت مروان راه صحيح اي شيخة الكل غادي انت كنت تولي ناجح خاطر هذه علاقتك مع نفسك الحكايه هذه نحكي لك فيها الناس ما تراهيش من برا هذه انت تحط راسك على المخده مرتاح صحيح. اذا كان البوان هذا ما تسرقش به راك تبدا ناجح وما ترقدش مليح تبدا ناجح والفولفيلمنت هذاك الشيخه نتاع انا متاعي راك ماكش مستخدمها تفشفش على الناس حلاني والدنيا وفلوس لكن اوفو ماكش واثق من روحك ما خديتش داك الشيخه اللي تنجم تاخذها من ان بروجي اللي انت باش تعمله نتاعك فهمت فهمتك نمشيو للبوان نتاع الثقه في النفس ثقة في النفس من أكثر الحاجات اللي عملت عليها دي فورماسيون ديما نحكي فيها على خاطرها هي العمود الفقري الفقري ولا الفقري ما نعرفش نتاع كل شيء نتاع كل شيء ماني توقع عند ترينا على العربي بروين على العربية على العربية راني واحد خوك فضيحة دونك قاعد نحاول نتحسن باش نتكلم باللغة العربية باش نكونوا فاعلين في العالم العربي يا ربي وفقك كل التوفيق ان شاء الله as a coach so الثقة في النفس هي اللي باش تخليك تمشي للبلايص اللي انت تحبهم لكن مفهومنا للثقة في النفس بيان سيور ديما انا حسب رأينا داخل بعض
ماشي بالنا اللي ثقة في النفس حاجة مطلقة. ديما نقول الثقة في النفس راهي ماهيش حاجة مطلقة. نجم تكون عندك ثقة في نفسك في بدنك تمشي في البحر وما عندكش ثقة في نفسك كي تتكلم في البريزو اون دو بارول اون بوبليك. دونك اللي علاش نقول هكا باش ما تخلطش كي تبدا حشامة مع البنات، ما تهزش حشمتك مع البنات تهزها وانت تخدم. خاطر كيك خسرت روحك وما تنفس وانت في الخدمه حتى لين تلقى حل مع البنات. فهمت البروسيس؟ صحيح. ما تعملش كيف قبيله قلنا تهز مشكله من بلاصه تحطها في بلاصه اخرى تخلق مشاكل. تهزها في بلاصه اخرى. تنجم تكون ناجح في خدمتك وتتكلم مليح وتو تكسبريم بريك دي وتجي مع طفله تحشم سي نورمال. دونك الثقه في النفس ماهيش بلوك كامل للناس الكل. ثاني على الحاجات الكل. ثاني حاجه في الثقه في النفس اللي الثقه في النفس تتخدم، سي با ان تروك اكي يقعد غادي واحد، لا تنجم تخدم عليه تخدم عليه. فما حاجات تنجم تعملهم في نهارك، العقلك والجسدك اي لو كوتي سبيريتويل بتاعك. ما نحن مناش متكونين باين، متكونين من عقل وجسد وسبيريت، والا روح كانك مؤمن والا هواي ولا امورك. المهم بلاصه ما فيهاش حدود نتاع شنو نتاع حدود العقل نتاعك. اوكي، فما حاجات نجم تعملهم كل يوم لعقلك باش يجيك اكل احساس اللي انت عامل كيف وواثق من روحك. فما حاجات تعملهم لجسدك اللي تعاونك باش انت تحس روحك واثق من نفسك، وفما حاجات تعملها للسبيريت نتاعك الكوتي سبيريتويل باش تحس باحساس ثقه في النفس. اوكي، ما عنديش مجال باش نحكي فيهم هذايا خاطر موضوع مطول، لكن نعطيك دي بوان ان بوان ان بوان. عقلنا يبدا شيخ اكثر وقت اللي يبدا كوريو اون ايتا دو كوريوزيتي. شوف الطفل الصغير عمره 3 سنين في العمر، اذا كان ماهوش اريديتير ما تلقاش طفل صغير 3 سنين مدبر، ما تلقاش. علاش؟ باسكو مخو مازال ما فيهش دي زانفورماسيون نيسيسير، ايلي اون مود اكسبلوراسيون، قاعد يكتشف في الحياه. اكتشاف الحياة هي الكلي. كيفاش نهز اكتشاف الحياة الإنسان عمره 30 سنة ولا 25 سنة؟ خاطر نحن كي نكبروا ماشي بالنا ولينا نعرفوا. أورك وانتي راك ما تعرف شيء، مهما عرفت راك ما تعرف شيء. دونك حاجتنا بالمود كوريو هذاك. المود كوريو نجم نخدموه، نجم سي ان موسكل نرانيونا باش نرجعوا للكوريوزيتي هذيك. اتفرج في فيديو، شوف روحك شنو تحب، اكسبلور، عمل دي فورماسيون. هذا لو مود كوريو راهو باش يعطيك احساس اللي انت واثق في نفسك، خاطرك باش تزيد سكيلز باش تحسن في حاجات وباش تقعد في المود كوريو هذا كم تاع صغير. هذا العقل. الجسد الناس كل تعب تقول لك سبور، اعملوا سبور، ولكن نصيحتي في السبور ما تعملش سبور باش تعمل سيكس باكس. اعمل سبور باش تخلق اون كونيكسيون مع الجسد نتاعك، باش الخيط هذاك البون تخلق بون مع بدنك، تولي تسمع بدنك، تعرف روحك. توا حاجتي بشويه سيرتشينغ، توا نحب نرتاح، توا انا ماذا بيا نرقد، توا نحب ناكل. فهمت؟ دونك الكونيكسيون هذيك اللي تعطيك الراحه. كيما انت في كرهبتك من الاول ما تعرفش تسوق، من بعد كون تو اكسبلور وتكون علاقه مع تولي كرسيك يتحفر وعندك قاعد مليح وتسوق ومرتاح في كرهبتك. بدنك سي لا ميم شوز. دونك بليز ما تمشيوش للناس اللي يعملوا سبور جوست باش نحي 500 غرام ونولي شباب عندي سيكس باك. نو سي با سا، راك مشيت في الطريق الغلط. الكوتي سبيريتويل الاخراني اللي نجمو باش نربحو ثقتنا في انفسنا هو كونك تكون بلاصه مرتاحه. الكوتي سبيريتويل تصلي، تمشي للكنيسه، تمشي للبحر، تو سورت دو ميديتاسيون اللي باش تنجم تمشي لبلاصه ما عندهاش ليميت، فيها سكون باش عقلك خاطر عقلنا راه ما يقفش على التخمام. منين انا جو في مو ريسورسي من بلاصه ما عندهاش ليميت. المؤمن يمشي للخالق، للايمان، لدينه. اللي مش متدين يمشي للبحر، يمشي للجبل، امشي البلاصة ما فيهاش ليميت. اي في لي زيكزارسيس نيسيسير باش انت تطيح في التونسيون، باش انت تكون بلاصة اخرى معينة خارج من عقلك، تولي
تولي اون كيلك سورت تغزر العقلك خاطر نحن مانيش عقلك هاو سي سي مروان. اي هو الكلام معاك ياسر حلو وتوقعي معنا الساعة ومش نبدأ ندخل في الاخر كيف الخاتمة مش ندخل في شوية أسئلة لا إذا كي خفيف على الاخر. كتاب يعجبك؟ كتاب يعجبك The Power of Now. آه اوكي اوكي قريته مره وما شريتوش اما قريته. فيلم يعجبك؟ انا قديم شويه مروان. اعطيني اعطيني هكا كي يقول لك فيلم اول فيلم يجي في مخك. نقول Brave Heart. فريدم في الاخر كي عايش فريدم. ميل جيبسون. عندي ديز اكسيون قعدوا لي في مخيلتي. ولاس مثل دور ولاس وقت فيلم اكثر من رائع ميل جيبسون ولاس. حاجه ذكرتني في فيلم دانس افيك ليلو تاع كيفن كوستنر دانس افيك ليلو في نفس الفتره ذا كيف كيف. توب توب توب. حاجه لو كان عندك السلطه او القدره انك تبدلها ما نعرفش في الناس في العبيد في الطبيعه حاجه لو كان عندك قدره انك تبدلها. لو جوجمون الحكم على النفس والحكم على الاخر. الحكم على النفس والحكم على الاخر. نمحقها قلت استعملت لفظ كاسح نمحقها معناها مش نمحقها بالوجود خاطر 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 ياسر عندها مضرة على الإنسان بيدو اللي يحكم وعلى الناس اللي فيكتيم تاع الحكم وحتى في المعاملات بين الناس في بعضها اكسيتيرا. اوف سي غراف سي غراف الحكم قداش يليميت لي جون وان سو رون با كونت. يقول لك انا نحكم على الناس هي هو طلع مش به او انا خممت اللي هو به مش غادي لو بروبليم الرفلكس نتاع الحكم على ذاتك انت قبل الناس على ذاتك قبل الناس علينا انت ظلمت ولا ما ظلمتش. كان نقعد تنهار نحكيو على جوجمون ومشاكل الحكم عليه على النفس وعلى الاخر. تو تولي قبل ما تقول اوه مخي بو تو تقول اه فك علي خاطر لو ريفلكس هذاك تعمل فيه على روحك. ومن اكثر الحاجات الليميتانت هو الحكم على النفس. مانيش نحن نحكم كانك مؤمن الخالق يحكم مش دخلك في الحكم. صح. انت تعطي رايك مش انا ديما نقول حتى لو كان عندك حكم اول يعني الناس خاطر بحكم الفيكيو نتاعنا بحكم اللي عايشين وساعات يكونوا عندنا بعض الاحكام الاوليه على الناس حتى لو كان ما حكيناش معاهم وما قابلناش معاهم. لكن نقول ان القدره على الاقل او الماتوريتي او النضج وين يكون لما اكتشفت عكس اللي خممت فيه من الاول من الاول تكون عندك القدره والشجاعه انك تصلح الفكر نتاعك وتصلح الحكم نتاعك. اي تصلح اكزاكتومون. وديما نقول انا ربي عز وجل في القران يقول ان بعض الظن اثم يعني قليل من الظن في حد ذاته هو اثم. فما بالك انت كي تكثر رد بالك اعرف تحط سقيم. نحن ما نفرقوش ما بين راي وحكم. رايك ماهوش الحقيقه المطلقه. الحكم هو تو ترونشي ما خدتش حتى 10% باش تبدل رايك. شنو تربح انت كي تقول هذايا بيه وهذايا عليه؟ شنو تربح؟ ولا حتى كي تقول حاجه بوزيتيف هذا عسل في المطلق. يودي لا بريزونس لا بريزونس توا هو هك. حسب رايي انا واستعمل رايك وخذ لي شوا. اما الجزم والقطع هو اللي ليميتون للناس ويخلق برشا تونسيون ما بين الاشخاص ويخلق برشا فريستراسيون لما نلقاو نتيجه غير اللي توقعناه. الانتظارات دو الاختر بتاع الاختر بتاع الانتظارات. وي الاكسبكتيشنز. فرحان انت اليوم بال او ما نقولش فرحان عامل جو على اللي قاعد تعمل فيه على اللي قاعد تعيش فيه كل يوم في الدور بتاعك؟ اول حاجه انا كي نراك نفرح خويا. هي عايش اللي عايش كربي هذيا ديجا خوذها قاعده مسلمه. عايشك يا سيدي. ثانيا
توا نعمل قاعد نقرا في البوزيتيف سايكولوجي، توب. يعني ايمن انا كي نبدا نقرا راني نبدا طاير. نكمل انفورماسيون في فيفريي نتاع ايبنوثيرابيوت، كيفاش جانترودوي ليبنوز في الكوتشنج سيشن. والليبنوز مش نتاع هذوكم بم ترقد، لا مش هذيك تنبح علي ترقد، مش هذيك. ريت المشكلة كل مجال نمشي فيه تلقى مشعوذ بحذاك، هذا اللي والله يسمريه والله. دونك يا مروان انا فرحان خاطرني في بريود في حياتي قاعد نتعلم، قاعد شايخ، قاعد جيكزيرس، قاعد نعاون الحمد لله يا ربي في برشا ناس، واللي فيدباك ديما باهين. دونك الحمد لله. ولدي قاعد يحب يولي جول كيبر، يحب يولي حارس مرمى ممتاز، عمره 7 سنين. كل يوم ربي يفضله. ادم تشوفك ساعات في ستوريات وكل شيء عامل جو انت وياه. نشوفك ساعات كي طيب انت طيب بيتزا كي فوتبول ودنيا كل شيء. يحب شويه باي. ما في استراليا، في استراليا الديار كبار ونعيشوا برشا في الديار وكل شيء يعملوه حدهم. دونك خديتك اكل ريفلكس نتاع طيب وحدك، نتاع عندك باربيكيو، نتاع عندك الفور نتاع البيتزا نتاعك، فهمت؟ خاطر باش تعدي الطقس تحفون، وديما اوت دور، ديما البر، ديما في الهاو. انتم عندكم صيف توا؟ توا صيف، اي توا صيف بعد 20 عمر. صح والله. اكثر بلاد مشيت لها، خاطر نعرفك تسافر برشا وسافرت برشا، اكثر بلاد مشيت لها وما نقولش عجبتك لكن اثرت فيك. أثرت فيك معناها زادتك، أعطاتك، تعلمت منها حاجات، تعلمت فيها حاجات. والله صديقي توا أبيك لو ركول، والله كل بلاد تزيد. المهم لاتيتود نتاعك، اسكو أنت قاعد ريسبتيف ولا لا؟ هذا اللي تحب نقوله. فمش بلاد ما تعطيكش، ما فمش بلاد ما تاخوش منها. صحيح. لكن الأحكام المسبقة صحيح ليميتات، الاكسبكتيشن ليميتات، ما تخليكش تتمتع. يا دي تمشي مشيت الكازاخستان شفت اشياء غريبه، مشيت الهونغ كونغ بالزربه وبالناس وبالفلوس وبالسرعه تاخذ برشا حاجات. سلوفاكيا، ريبوبليك تشيك، صربيا، كرواتيا، الجهه هذيك نتاع بلاد البلقان، الماكله نتاعهم، تصرفاتهم، الرياكسيون نتاعهم، البحورات، تمشي للفلبين، ديزيل مانيفيك، لكن تشوف الناس كيفاش يتصرفوا، سامبليسيتي، وقداش يسون سومي كاريمون. الفلبين كنشوف هما لي شامبيون دو موند نتاع النساء اللي يعاونوا الناس في الدار، ثقافه كامله نتاع النساء كيفاش يعاونوا في الدار. الهلبرات اللي تلقاهم في الميدل ايست ولا في هونغ كونغ ولا في اللاجين كلهم الفلبين، سي لي شامبيون دو موند. كي تراهم متربين هكاك، متربين كيفاش المراه تراها كي نسمه، ما تراهاش في الدار، لكن كل شيء مريقل، كل شيء منظم، سي كولتور كامله. دونك انا راني كل بلاد راني ناخذ منها كل شيء. انا عندي صديق كل ما يجي في الصيف هو من فرنسا، مستانس كل ما يجي من الصيف يتشكى شويه ساعات من الماكله في تونس، ويقول لي هذه حاره، هذه كيفاش، هذه كوتي ايجيان. قلت له مره حاجه ومن وقتها ما عادش يقلقني ياسر بالمعلومات هذو. قلت له راك ما تنجمش تتعلم من حتى بلاد ومن حتى شيء اذا كانك انت تحب العباد تتعامل معاك بنفس التقاليد اللي انت تتعامل معاك في فرنسا، او ترقى لميم نغم نتاع الماكله اللي مستانس بهم انت في فرنسا باش تلقاهم في تونس ولا في تركيا ولا في غيره. لازمك تكون منفتح في اوبسيون، في ستيت نتاع ديسكفري، قاعد تتمتع، قاعد تكتشف، وتاخذ الحاجه كيف ما هي. يعني انت كي تمشي ريستورون تركي مثلا، ريستورون تركي بطبيعه باش تلقى دي روسيت ماهمش على تونيزيان، باش تلقى طريقه اخرى تطيب اخر. معناها اذا كان مش تمشي ريستورون تركي مش حاب تعرف تاكل الماكله التونسيه، معليش مشي الجمله، فهمت؟ وهذا اللي اكدتولي انت بكلمتك، على خاطر لما نكونوا منفتحين على الاخر
وقتها نتعلمه، اما كي نحكموا عليه ما نجموش نتعلموا. ابسوليمون، لا كيوريوزيتي والاكتشاف هما اللي يخليوك بابا مثلا، ما هو بابا كبير يجي جاي بحذايا البلدان، انا عاش في برشا بلدان ما يجرب شيء. علاش ما يجرب شيء؟ على خاطر الماكله اللي ماهيش حمراء بالنسبه لي ماهيش ماكله. الحمراء باش جابها تونس بالحار بالهريسه اكل مقرونه بتاعي بالصوص صحيح. انا مانيش ضد المقرونه المشخشخه هكا من فوق بيسر تونسي انا، لكن تسمح لنفسك كونك تتعلم حاجات جديده بس تملك تمتلك الماكله البنينه والحقيقه وكل شيء ينبع منك. فما ناس راهي عايشه كيفك وممكن احسن منك، دونك علاش نحرم روحي انا من السوشي؟ علاش نحرم روحي انا من التبولي؟ علاش نحرم روحي انا من الماكلات الاخرين؟ نجرب جيكسبلور ومن بعد نقرر. وهذيك هذيك اش معناها تتثقف؟ هذيك اش معناها تزيد حاجات مش عندك ديجا؟ وهذا كل في الحياة راهو في الأشخاص زاد وفي المعاملات وفي الناس وفي كل شيء. معناه نحن الجميع في يسمعونا في الجميع في يسمعونا في البودكاست شاهدهم الله اللي حلونا في الشيء كان يسمعوا فينا في الليل ولا في الصباح. كانت قاعدة ياسر محليها معاك يا سالم. إن شاء الله المرة الجاية كتجي لتونس نعمل بودكاست هكا في الريل لايف ونتقابلوا ونعملوا بودكاست مزيان وناخذوا فيه وقته ونحكيوا فيه برشا حاجات. شنو كلمة الختام اللي تحب تقولها للعباد اللي يسمعوا فينا كل؟ نقول keep going صديقي، راك تعمل في خدمة باهية برشا وإنورم. مش سهل باش واحد يعيش في تونس وبالعقد وبالمشاكل وبالناس اللي تجي بالتالي، دونك جو تيا اتو بوسي اي تو فيليسيتي على الشيء اللي تعمل فيه، خاطر تعمل فيه بحب بخلاف الكونتوني باهي ولا خايف، مادام تعمل فيه بحب صديقي ديما نشجعك. ثانيا ميرسي اللي حتى ما نتقابلوش، ديما كي نتقابلوا محلاها قعيده ومحلانا محلانا كي نتناقشوا في حاجات اون اكسبلور وتزيدني ونزيدك، دونك ميرسي بوكو. وثالث حاجه بارتاجي يا ناس، بارتاجي راهو البارتاج الصادق هو اللي باش يخليك انت تحس في روحك مرتاح، تخرج من عندك حاجات باش تخلي اسباس باش تقبل حاجات. صحيح. بارتاجي حب، بارتاجي معلومات، بارتاجي صدق، بارتاجي دي فالور هيومن باهين باش انت تبدا مفرد وانت تبدا شايف. مش بارتاجي باش توري اللي انت معلم ولا انت تعرف تتكلم ولا انت عندك المعلومه الفلانيه باش تجي تفيس عليها على الناس. موش هذاك البارتاج اللي نحكي عليه، البارتاج النوبل كان الناس تخلط له توا مجتمعنا يكون خير خير، وانت تبدا شايف وعامل كيف على روحك. وهذا هو الهدف، وهذا هو الهدف بتاع البودكاست صدقني، رغم انه متعب على جانب التنظيم والتحضير وكل شيء، يعني مش سهل، لكن باذن الله ناوي اني نكبش فيه ونقدم فيه بجد بجد، على خاطر الهدف بالبودكاست هو تو سامبلومون انه اون بارتاج افيك لي جون حاجات، حكايات، نصائح، عباد، قصص تنجم تنفعهم يسمعوها ويتمتعوا بها هما زادة ويتعلموا منها. ما نشطلبين أكثر من هذا، تو سامبلمون أون بارتاج افيك لي جون حاجات اللي أنا ديما نقول لهم تمنيت وقت أنا عمري 20 و 18 سنة إني سمعتهم وطوروني بوتيتر ولا حسنوا فيا أكثر. ميرسي يا سالم، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو، يعيشك وربي يحفظك. بالنسبة للناس كل نتقابلوا إن شاء الله في الإبيزود الجاي. ميرسي بوكو.